أطلق الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الحملة التوعوية حول ضرورة الثنائية اللغوية في تشاتا، هذا وقد جاءت المبادرة من قبل وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. سعيد أحمد حسن. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولكي تأخذ الثنائية اللغوية اتجاها راسخا في التعليم الأساسي جاءت هذه الجولة التوعوية التي قام بها وفد من وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أطلق هذه الحملة رسميا حاكم إقليم مندول عيسى الجدي، داعيا بذلك كل المعنيين بالتعليم وضع اليد على اليد لتتم الغاية. كانت البداية التوعوية بإعدادية التوفيق بمدينة كمرة حاضرة إقليم مندول، إذ توالت الكلمات بين مرحب ومرشد وموجه، لخصتها كلمة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ديلومي رولان، الذي قال أنه لا علاقة للغة بالدين، وتعلم اللغة العربية ضروري للغاية، ويتيح للخريج مواصلة دراسته في تخصصات ربما لن تكون من نصيبه إن لم يكن مجيدا للغة العربية. ومن إقليم مندول إلى إقليم مايوكيبي غرب، وبالتحديد مدينة بالا حاضرة الإقليم، حيث عقدت جلسة نقاش حول الثنائية اللغوية، وذلك بمركز يوكيديما الثقافي ترأسها حاكم الإقليم دينغاماجي ماجور سونكس، الذي رحب بالفكرة، وبذلك طلب من الطاقم التعليمي بمايوكيبي غرب الاجتهاد لبلوغ الهدف. أما إعدادية جيتالي كانت المحطة الأخيرة. سلطان جيتالي إفاريس كيباويدو قال أن اللغة العربية لا تقل شأنا عن الفرنسية، وتعلمها وإتقانها يدخل في إطار التنمية بشتى قطاعاتها. ومن جانبه ديولومي رولان أكد أن السنة الدراسية لن تكون بيضاء كما يزعم البعض، وبدوره منسق برنامج بريديب 2 للبنك الإسلامي للتنمية أدلى بدلوه في هذا الشأن. في سلاوية البطرية هي حملة مهمة، لأن إزدواجية اللغة ما بس في المكاتب، اللي اسمه هو شيء دستور التشادي، ولازم كل تشادي يحمل لغتين. إن تطبيق الإزدواجية اللغوية في البلاد يعد خدمة كبيرة للوطن والمواطن، وأيضا إحدى أهم عناصر التفاهم والتعايش السلمي.